السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، حديث عماني عن تقدم بملفين في مفاوضات مسقط بينها المرتبات، وإلى التفاصيل. كشفت سلطنة عمان اليوم الاثنين كواليس مفاوضات مسقط بين صنعاء والتحالف بالتزامن مع تواصلها لليوم الثاني على التوالي. وأكد الخبير السياسي العماني علوي المشهور وجود جدية لدى الأطراف لإحراز تقدم، متوقعا حلحلة ملفي الأسرى والملفات المتعلقة بحياة الناس في إشارة كما يبدو للمرتبات، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وتحتضن سلطنة عمان جولة جديدة من المفاوضات اليمنية السعودية منذ الأحد، وتعكس تصريحات المشهور تفاؤلا عمانيا كبيرا بشأن نتائج المفاوضات المرتقبة التي تحاول القوى الموالية للتحالف جنوب اليمن كسرها على الأسرى. يذكر أن سلطنة عمان كانت قد نجحت بإحراز اختراق خلال مفاوضات صنعاء والرياض. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.